كده وجهك، خلي وجهك هنا. ايوه، وانت عزوز خلي وجهك هنا، وانت يا رويده كده. اي يا سلام عليكم، ما شاء الله تبارك الله. الان حسالكم اسئله تخص عائلتكم، فعشان كذا يعني لازم تجاوبوا بحيث انه ما حد يشوف ايش الثاني كتب. اتفقنا يا سليمان؟ اتفقنا يا رويده؟ اتفقنا. يلا بسم الله وعلى بركه الله، الان حيطلع لنا صوت حنسمعه احنا والساده المشاهدين، وابغى اعرف مين هو صاحب هذا الصوت. سمعونا سمعونا سمعونا. عليكم عزيز لولو، عزيز لولو، اخباركم؟ بالزمان ما شفتكم، تعرفوني او لا؟ ما تاشروا البعض. يلا خلي يعيد المقطع، نعيد المقطع، عيدوا لهم، خليهم عيدوا، عيدوا لهم المقطع. لا تطل لا تطل لا تطل لا تطل. سلموا عليكم. ايوه اسمع اسمع بس. عزيز لولو، عزيز لولو، اخباركم؟ بالزمان ما شفتكم، يا حبيبي تعرفوني او لا؟ تب الذكرى. طبعا هو مو عارف انه حتكون انت يا سليمان موجود وانت يا رويده، فعشان كذا اكتبوا الاسم بسرعه. لا تطلي لا تطلي لا تطلي. يلا اكتبوا. خلاص كتبت؟ دقيقة. يلا يلا بسرعه يا لولو، بسرعه يا رويده. اكتبوا اي واحد، اكتبوا اي واحد. يلا حنتقل، حنعد لما ثلاثه وحنتقل للسؤال اللي بعده. اقول اخوه، اكتبي اي واحد. نسيت اسمه، مالي صلاح. اكتبي اكتبي. عاد اكتب اسم اخوه هو يعني. لا ابغى اسمه هو. وش اسمه؟ خلاص يلا بسرعه، ثلاثه اثنين شوي واحد. يغشون مني. السؤال اللي بعده يقول عزو، طبعا لازم انتم يعني تكونوا ملمين يا رويده ويا سليمان بالاسره كامله يعني، تمام؟ السؤال يقول اين ولد ابو عبد العزيز واللولو؟ وين ولد؟ عمكم يعني، انتم يا سليمان ويا رويده، وانت يا لولو وين ابوك ولد؟ حبيبي والله انا مش عارفني. ويا عزوز يلا عرفني. اي مدينه اي مدينه اي مدينه اي مدينه ترارا. اكتب اي مدينه يمكن تجي صح. شكرا مية خطي. يلا والله يلا اللي بعده حروف بسرعه. يوم الاسئله صعبه. يلا دقيقه. يلا هذا السؤال الثالث حيكون شامل لكل للكل. يلا خلاص اروح للي بعده. ايه بسم الله وعلى بركه الله. السؤال يقول ما اسم اصغر حفيد لجدتكم؟ أم حفيد؟ أبوكم، جدتكم أصغر حفيد عندهم في العائلة مين؟ يعني من عيالها ولا من عيالها بس من أولادها؟ إيش من عيالها؟ الحفيد يعني ابن الابن. لا لا تقول لعبي إنه ما يعرفي. أو ابن بنت يعني زي كذا. يلا بس يلا يلا مخك يعني كنتي. بنتها بنت أولادها. إن شاء الله نكلمهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. يلا حعود لما ثلاثة ثلاثة اثنين واحد. وقف خلاص وقف وقف وقف. هاتي شكرا شكرا. يا رب والله اليوم الاسئله ما يدري. طيب معنا اتصال، امسك لي يا عندنا اتصال مفاجئ الان. طبعا دقيقه، تعال 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 يلا تعال يا سليمان. الان حتسمع صوت كلكم تحبوه، تمام؟ جاهزين ولا ما انتوا جاهزين؟ جاهزين. بتتوقعوا مين حيكون معنا على الاتصال؟ مين؟ ها؟ نقول الو سلام عليكم لجدتكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا ومساك الله بالخير يا امي، الله يحفظك ويسعدك كل سنه وانت طيبه، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. ومن جزاك الله خير. الله يحفظك يا ام محمد، وما شاء الله تبارك الله، شكرا لك على كل مسواك تجيبي لنا اياه دائما، والله انه شيء يسعد. الله يحفظك. شلون الوالده؟ عساها طيبه، بشر عنها. ابشرك ابشرك بخير، وتتابعنا وان شاء الله تكون طيبه يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ام محمد بسالك، كيف الابطال معاكم؟ ان شاء الله امورهم طيبه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يسمعوا كلامك ولا ما يسمعوا كلامك؟ عشان لو ما يسمعوا كلامك بيديهم على راسهم دحين. لا لا تخاف لا تخاف، عاد انا حاره وشديده، عاد يسمعون كلامي لازم. يا ساتر يسمعون كلامي. انا شايفهم خايفين كذا ساكتين هاجدين. اي ابطال 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 ما شاء الله عليهم والله، ونعم التربيه ونعم التربيه، الله يحفظهم يا رب ان شاء الله. خير اللهم امين. جزاك الله خير. وبكل امانه بسالك، تحبي برنامج هي وهو ولا ما ولا ما تتابعي دائما؟ الا والله اتابع، كان في عزيز يقولوا له عبد الرحمن اتابع الصراحه.
طيب إيه؟ اما غيره لا والله ما لي دخل فيه. الصحيح انا اقول لك الصحيح بعد. جميل إيه؟ جميل 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 ما شاء الله. اليوم إيه؟ طبعا جايبين لك اربع من احفادك عشان تستمتع. إيه ما شاء الله تبارك الله. إيه ما شاء الله الله يحفظهم يا رب. وطبعا واهل يقول لك اهل الكنترول مخرجنا كريم والشباب كلهم عيالك. الله يسلم عاد ما يحتاج يوسف ولدي والنجبة عيالي كلهم. الله يسعدك. الله يسعدك ويحفظك يا رب. طيب نبأ سمعت الصوت اللي ظهر معنا بدايه الحلقه؟ ايه. طيب نبغى نشوف اول سؤال كان معانا. من هو صاحب هذا الصوت؟ كان طفل ما شاء الله حبوب كذا. مين هو؟ من احفادك؟ فارس. فارس؟ ايه فارس. فارس عمتهم منى. جميل جميل. طيب كانت صح بس اني اخطات. طيب طيب اين ولد ابنك محمد؟ الرياض ولد. الرياض. طب سعيدك تسمى الرياض ليه؟ طيب لولو ما انت عارفه وين ابوكي ولد؟ ها وين كتبتي؟ صادق؟ يلا معلش. طيب طيب السؤال الاخير. السؤال الاخير يا ام محمد الله يسعدك. من هو اصغر حفيد لك؟ ابراهيم ولد عمتهم منى. ابراهيم. طيب جميل جميل والله. طبعا كلهم وجيههم مختلفة يعني شكلهم كلهم جاوبوا غلط. لا انا ما جاوبوا صح. صح ايوه كلهم ما حد جاوب صح لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجايات يكونوا ملمين بالمعلومات. يا ام محمد بسألك ايش رايك في الجيل البطل هذول؟ ايش رايك فيهم؟ اقول وش رايك في الجيل اللي الان موجود؟ وطبعا ايش الفرق بينك بين الجيل حقكم والجيل الحاضر يعني؟ لا لا والله طبعا جيلنا احسن كذا الصراحة. ايوه جيلنا جيلنا. اقوى تحية يا للجيل. اقوى تحية تحية. مالو مالو هذا الجيل والله ما هو جيل جيلنا يا عيني علينا. بس احنا والشغل والكرب وسمع الاباء وسمع الامهات لا يلا ما شاء الله الهادي. يا سلام. احسن بكثير احسن بكثير الحمد لله. يا سلام يا سلام الله يحفظهم جميعا. لكن نقول الحمد لله يعني عيالنا الحمد لله والشكر لله. نقول الحمد لله والشكر لله ما فيهم يعني والله الحمد اختلاف يعني عن الناس لكن الحمد لله والشكر لله. جميل الله يحفظهم جميعا ما شاء الله تبارك الله. في احد فيكم بيقول لها حاجه؟ أنا يلا قولي. سليمان بيقول لك شيء يا ام محمد. هلا سليمان. هلا فيك. هلا فيك. ايش بتقول؟ شكرا لك انك اعطيتيني الاقتراحات. يا سلام يا سلام. عفوا يلا شاطر بطل بطل يلا شكرا لك. يلا لولو رويد ايش تبي تقول لجدتكم؟ هلا هلا عزيز. هلا فيك نورتيني الله يعافيك. يلا وجودك وجودك جزاك الله خير. ورويده ولولو. هلا لولو رويده نورتي المجد يا رويده. قول لولو بنورك. يلا بالسلامة. يلا الله يسعدك يا ام محمد. شكرا شكرا يعطيك الصحة والعافية ونستكمل. الوالدة يا عبد الرحمن جزاك الله خير. يوصل يا امي ابشري ابشري الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. يخليها لك يا رب. امين يا رب امين. يلا بسم الله وعلى بركة الله احنا نستكمل الاسئلة اللي جبنا العيد فيها. كلها خطا كلها خطا. خلونا نشوف نشوف الاجابة تسوي. يلا واحد يرافقنا يلا اعطينا اعطينا ان شاء الله ان شاء الله صح. طيب طيب حناخذ اول شيء. تعالوا تعالوا هنا 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 هنا. تعال يا عزوز. ايوه خلوكم مو يا سلام يا سلام. اعطيني قلم. بسم الله هات هات هات. خذ خذ. شكرا شكرا. طيب نبدا باول اول فريق كان معنا. هذه سبوراتكم صح؟ طيب السؤال الاول كان من هو صاحب هذا الصوت؟ واحد فيكم كتب تركي. مين كتب تركي؟ لا طيب تركي الولد ترى تركي ها؟ لا الحفيد. طيب. هذا الحفيد ترى. حلو حلو حلو. ومين كتب فيكم جمانة؟ أنا جمانة. طيب أنت كتبت فارس صح؟ إيه. طيب فريق هي ياخذوا واحد لأنه كتب ها؟ هذا هذا اللوحات نبيه. طيب. أيوه 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 هو واحد ياخذوا. يلا. طيب السؤال الثاني كان يقول أين ولد والدكم؟ الرياض. أنا كاتب الرياض. أنت كاتب؟ مكة. مكة. لا يلا يلا عوض عوض. ما شاء الله تبارك الله. طيب حلو حلو حلو. يعني النتيجة برضو واحد. حلو. السؤال الأخير كان يقول
من هو أصغر حفيد لجدتكم؟ جبت العيد في أنا كتب تركي. تركي كتب وأنت كاتب جمانة ولا مين كاتب؟ كاتب عمي مشعل. عم مشعل طيب الله يعطيك الصحة والعافية. إجابة خاطئة بذلك يكون عندهم 2 نقطتين فقط. نشوف الآن ما شاء الله تبارك الله شباصات إيش سووا فريق هي. شادين حيلكم؟ متأكدين أنكم فايزين؟ طيب السؤال الأول كان يقول من هو صاحب هذا الصوت؟ رويدة كتبت فارس ولولو أيضا كتبت فارس وبذلك ياخذوا 2. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب السؤال الثاني أين ولد والدكم؟ وأين ولد عمك يعني؟ تمام؟ رويدة كتبت دقيقة 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 في مشكلة هنا. رويدة كتبت في الرياض إجابة صحيحة. وأنت أبوك ما أنت عارف مكانه؟ لا في الرياض يعني. وبذلك تاخذ 1. والسؤال الأخير كان فازوا أصغر حفيد لجدتكم إبراهيم هو. أنتوا كاتبين مشعل وأنت ما كتبتي حاجة. وبذلك يفوز فريق هي. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.